موزع بين الحكومات وبين الحكومة المركزية مثل الولايات المتحدة الأمريكية. إذا مستثنين الجيش والقضاء الجيش والخارجية أي السياسة الخارجية، بنلاقي كل حاكم بولاية أمريكية عنده حق اتخاذ القرار. هناك دساتير، لا احنا مش هيك عم نفرطين، مش محتاج لبنان لا فيدراليات ولا مقاطعات. نحن عنا بلبنان محافظات، عنا أقضية، أوكي؟ أوكي؟ إنما نحن نحتاج أن نغذي البلديات اللي بعض منكم خاصة حضرة المخاتير وأعضاء المجالس البلدية. مشروع الوزير الصديق زياد بروق تسمعوا فيه دائما لا مركزية إدارية وكذا، بس خلينا نركز على شغلة ولا نأكد عليها هذا المشروع، إنه نحن نريد نقل سلطة القرار الإداري إلى أجهزة منتخبة محلية. يعني مثلا البعض بيقول اللامركزية الإدارية هي توسيع صلاحيات المحافظ، غير صحيح. هي تقوية القائم مقام، غير صحيح. نحن نريد الأجهزة المنتخبة من الشعب واللي هي الممثلة بالبلدية. بغض النظر بمشروع زياد بروق يتكلم عن مجلس القضاء، البعض اللي ناشط أو المطلع هذا الشيء بيعتبر إنه لا البلدية لا، نحكي بلا مركزية إدارية، نعمل مجلس قضاء، معرفة قانونية كيف التقسيم إذا قضاء، يعني المهم اللي فيها عقلية، كل مجلس قضاء بشكل نواة للا مركزية إدارية بيكون له صندوق. أنا أخالف هذا الرأي، عم بحكي عن دراسي، مكتبي جزء كبير منه إلى جانب الاهتمام بشؤون الناس وبالدعاوى، أنا أهتم بالريسيرش بالأبحاث. كل أسبوع أنشر بمجلات قانونية واجتماعية أبحاث، بكرة عن طريق دكتور زهرور بقدر بعرض عليكم آخر اللامركزية الإدارية في لبنان ودورة في تطور الخدمة العامة والإنماء المتوازن، اللامركزية بين البلدية ومجلس القضاء. باختصار، لماذا نحن نريد البلدية؟ لعدة أسباب. أولاً لأن البلدية أو المجلس البلدي سلطة محلية منتخبة من الشعب. نحن نريد أن نعمل على الديمقراطية. ما هي عكس الديمقراطية؟ البيروقراطية. بيروقراطية من بيروس كراتوس، نظام المكاتب، نظام الوظيفة العامة، الوظائف العامة بالإدارة. يعني كل شخص بيقعد ورا وظيفة بيقولوا له يا عمي ما بنهرب، صار في موضوع، خلينا نبعث ترقية أو رسالة للمحافظ والمحافظة لأن قام لا توصل للهرمة. نو، غير صحيح.